لم تشغله الدراسة الأكاديمية والعمل المعيشي عن شغفه الأولي الذي ورثه عن والدة حافظة ومحكمة دولية. عملت على ربط أبنائها بكتاب الله عن فئة الأطفال تمار ميثم من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان رب ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، استمعنا لتلاوة المتسابق تمار ميثم السعيد من العراق، بارك الله بكم. شكرا جزيلا. الله يحفظك. سيد حسنيا تفضل. عزيزي شكرا لك، شكرا لتمار. الله يحفظكم سيدنا. احنا عادة بالفتية لما نستمع إلى تلاوات الفتية في كثير من الأحيان نسمع محاكاة أو تقليد. تمار بدأ بالتقليد بالبداية في يعني مسيرته اللي نعرفها، وبعد ذلك انتقل إلى المحاكاة فورا حتى يحاكي مجموعة من القراء.
وفي المسابقات في كثير من الأحيان حتى لو يريد يخرج من المحاكاة كثير من القراء الفتية يعني لا يستطيعون، فبالتالي يتقمصون شخصية القارئ وحتى صوت القارئ الآخر اللي يقلده، وخصوصا الشيخ عبد الباسط ورحمة الله عليهم جميعا. لكن اليوم سمعنا تمار يقرأ جمل الكبار صراحة، يعني ممكن لاحظنا في هذه المسابقة ومسابقات أخرى أيضا من الفتية، لكن بالعادة عبد الباسط مصطفى إسماعيل وأمثالهم. اليوم سمعنا جمل وكأنها ليست لأحد وإنما هي من خلينا نقول تنغيم وارتجال تمار، وإن كان يحتاج إلى ارتكاز أكثر، لكن هذه الفترة كنا نتحدث وأنا أستاذ عماد أنه فترة بلوغ شوي يحتاج بعد يعني رعاية أكثر لصوته، لكن مع هذا الظرف اللي عنده وأدى جمل يعني أدى. تمام. الشيخ محمد عصفور تفضل. حياك الله حبيبي. الله يحفظكم. يا هلا بالأخ الكريم وابننا الغالي تمار ميثم. الله يسلمكم. شكرا. ما شاء الله. الله يحفظكم. وخير واجهة للعراق، واجهة مشرفة هذا الجيل الناشئ، والله يبارك فيك وفي أساتذتك وعلى رأسهم سيدنا الكريم سيد حسنين لما يقدمه من جهد فعلا جبار منذ يمكن قريب العشر سنوات معكم، فما شاء الله نسأل الله لكم التوفيق. بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا، الحمد لله، فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. الله يبارك فيكم ويزيدك عطاء. السيد كريم موسوي رأيكم. حبيبي تمار الله يحفظك إن شاء الله. الله يخليكم سيدي. خامة صوته جميلة يعني إنسان يرتاح لها، فما أعرف هو ذاش يعني مرحلة البلوغ متعديها لو بعد السن؟ لا بعدنا بعد. بعدك ايه. فإن شاء الله سبحانه وتعالى يخلي هذا الصوت ويحفظه أنه حتى إن شاء الله بعد يستمر. وعنده طاقة تنغيمية كما تفضل أستاذي حسنين الحلو، هذه الطاقة التنغيمية إذا جاية من يعني استماع الكثير أو اختيار المدرسة الأساسية ويعني متجاوز هذه المدرسة فهذا أنا يعني يبشر بالخير. أنا عند المشكلة الأساسية اللي شفتها عنده بالنفس، يعني هو ارتباكه بس بالنفس، يعني اختياره للنفس شوية كان احنا عندنا مشكلة، ما أعرف يعني ما يعرف كيف يأخذ النفس، فهذه مشكلتك تنحل يعني إن شاء الله بالتدريب. هي بالتدريب تنحل. مشكور قلب الله يحفظك. الله يحفظكم سيدنا. شكرا جزيلا. الدكتور باسم تفضل. بارك الله بك. الله ابني يا حبيبي. الله يبارك فيك. قيل أنك تشتغل. يعني صحيح. كاسب. صحيح. فبالإضافة إلى الكسب هل تدرس؟ نعم إن شاء الله. نعم. يعني توفق بين دراستك وبين كسبك. إيه نعم نعم. تحدثنا شوية شن العمل وكيف التوفيق بين الكسب والعمل والدراسة. الله يحفظكم شيخنا. طبعا لله الحمد. إن شاء الله أنا في بيتنا يعني أنظم وقتي منها القرآن منها الدراسة منها العمل، يعني بالعطل أطلع ويا والدي أساعده، هو ويا والدي أساعده في العمل، ومن بعدها أرجع يعني مثلا نتمرن على تلاوة الحفظ كذلك الختمة. اسمك تمار واسم أبيك ميثم، وإن شاء الله من هذا المركب تأخذ المسار الذي سار عليه ميثم التمار. الله يبارك بيك ولدنا التمار. الله يبارك بيك. الأستاذ عماد رامي تقييمكم. ما شاء الله، رغم أنه أخي تمار صوت فتي يعني ومرحلة البلوغ، إلا أنه يمتلك خامة جميلة إن شاء الله، هاي في المستقبل بإذن الله بيكون أجمل هلأ بكثير يعني إن شاء الله. إن شاء الله. وانتقالك بين المقامات كان سليم، برافو. بس مثل ما قال الأستاذ العصفور أثقل الأمور هي عندك، بده ثقل بالدراسة إن شاء الله. دراسة أهم شيء إن شاء الله. حتى لو قدرت تدرس المقامات وتدرس كونه أنت بداية عمرك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله موفق إن شاء الله. الله. الشيخ عمر أختم معكم. ميثم ما شاء الله أحسنت وأجدت وذكرتنا بالشيخ ميثم التمار المنشد والمقرئ العراقي من خلالي نحييه وهو يشاهدنا أكيد ويتابعنا. نعم ما شاء الله. فميثم الذي لاحظناه في تلاوتك ذلك التناسق، ميثم تمار، نعم تمار الذي لاحظناه في تلاوتك ذلك التناسق في الحروف،
والميزان الرائع الذي أحدثته بين الحروف السواكن والمتحركة، فكان أداؤك جميلا وكان جرس أدائك رائعا، يعني تناغم وتناسق بين أزمنة الحروف، فكان هذا رائعا، وهذا قل ما يتحكم فيه قارئ مبتدئ، ولكنك ما شاء الله في بداية قراءتك، نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله، نسأل الله أن تكون قارئا ومقرئا ومعلما للقرآن الكريم كما كان معلم البشرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ثبتك الله وجعلك الله من هؤلاء. محمد قاعد اسمح لي بس أنا على فكرة اللي طرحوها أساتذتنا موضوع الكسب ويأبوه وهذا الوضع اللي يتحدث به وتنظيم درسه، حقيقة ذني كلهن على رأسي والله، وكما أشاروا أساتذتنا ومن سبقهم، ولكن أيضا يعني فد ميزة ما لها ربط بالدرجات. نعم، ميزة شفتها بتمار أيام اللي يكون العراق عراقا فعلا، يعني أيام الأربعين أشوف خدمة تمار وإن كان صغيرا بالسن، لكن والله يخدم كأنه أبو موكب. طبعا هو شكله يلوق لأبو موكب يعني، بس واقعا موكب أمير القراء جامعة العميد. نعم، أنا السنة ما قدرت فتشوفه يعني ما بين المساج للزوار والتعبانين وأمثالهم يعني، وما بين التلاوة والتلاوة الجماعية وهكذا. هذه ملاحظة أنا حبيتها يعني بهذه الخدمة المشرفة في أيام الأخرى. نموذج يحتذى به تمار ميثم من العراق، على أمل أن نراك في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا لكم. الله شكرا جزيلا. يلا تفضل، وفقك الله.